قلنا احنا سامحني حتى نفس ولنا باش نخلصوا عليه مش حتى كان ساشي برك تو تولي تسبق حق الساشي قبل الخبز. من الاخر الدوله وحله في ازمه واحنا اللي قاعدين نخلصوا، هما قاعدين ياكلوا يشربوا جوهم باهي لبس عليهم واحنا اللي قاعدين نخلصوا، هما يفلسوا يدخلوا في ازمات احنا نزلنا نخلصوا كلاونا دمنا كما نقولوها. ليه هما لازم يطاولوا المشاور ولازم وما نعرفش تحسوا عاملين عليكم زي انتوا مش يعطيك الخبز صدقه من عنده ولا ما نعرفش. قرار وزاره البيئه في منع الساشيات البلاستيكيه وتعويضها بساك متعدد الاستعمالات ونوعا ما بيئي، شنو رايك؟ الحقيقه حاجه ما تجيش، يعني تصور انت معناها تخرج من دارك على اساس باش تشري خبز وحاجات هكا والكل توصل يقول لك ليه سامحني، يعني يا تاخذ ساشي يا تجيب ساشي في ايدك يا ما تاخذش الخبز. خاطر بتبعتي انا صارت لي الاكسبيرونس هذه ويا قال انا خذيت 10 باكيت وقتها قال لي لا تمشي تجيب ساشي وتاخذ الخبز، دونك حاجه ما تجيش جمله. ولنا احنا سامحني حتى نفس ولنا باش نخلصوا عليه مش حتى كان ساشي برك، معناها هذه حاجه تقلق على الاخر وما تجيش. ما نعرفش انا حاسب رايي انا ما تجيش، خاطر مواطن جاي باش يشري من عندك مش تقول له برا امشي جيب ساشي باش يولي ياخذ دوبل باش ياخذ 3 باكيت يولي ياخذ دوبل، فهمتني؟ دونك حاجه ما تجيش و سيبو احنا في البلاد اللي ما عادش نتوقعوا حتى شيء، معناها نقولوا واو حاجه نولوا نتوقعوا كل شيء خاطر هاك تشوف على عيني كل شيء. اللي هو سوم الساك هذي معناها القماش والى الكرتون معناها بين 200 ملي و 500 ملي، معناها انت كمواطن تمشي تاخذ 5 باكيت بدينار كنت تاخذ ساشي بلاش وتروح، توا وليت تاخذها من 12% ل 15%. صحيت هكاك دونك هذه حاجه تقلق، معناها لازم يلقاو حل. نعرفش انا في وقت زيادة فما مؤسسات تصنع في الساشيات البلاستيكيه قاعده تسكر نورمال، ما هذه حاجه اصلا تايفه سامحني في الكلمه، شنو تمشي تاخذ باكيت باش يقول لك لا جيب ساشي في ايدك ولا اشريه. طب انا جيت شنو كنت رابحه انا ناخذ في 5 باكيت ومع ساشي بلاش، روح انت فرحان وانا فرحان، لا تو تولي تسبق حق الساشي قبل الخبز، دونك هذه حاجه تقلق سامحني. يعني قلت لك حتى باش تولي تمشي تاخذ ما نعرفش انا كعبه حلوه يقول لك لا جيب في يدك ساشي باش تهز الكعبه حلوه، دونك هذه حاجه تقلق. وفي بلادنا احنا تو ما عادش نقولوا على حد شيء كما قلت لك غريب، خاطر تنجم تتوقع كل شيء من اي 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 حاجه. انا يعني قلت لك في البلاد هذه كل شيء شو من الاخر الدوله وحله في ازمه واحنا اللي قاعدين نخلصوا، هما قاعدين ياكلوا يشربوا جوهم باهي لبس عليهم واحنا اللي قاعدين نخلصوا، فهمتني؟ دونك هما مش خاسرين شيء، هما يفلسوا يدخلوا في ازمات احنا نزلنا نخلصوا كها ماشي فيه المواطن على الاخر كلاونا دمنا كما نقولوها. ناقص كان هاني قلت لك كي باش تمشي تتنفس قدام عبد يقول لك لا تخلص عليه نفس هذاك ما عندكش حق تتنفس. الشركات اللي قاعده تسكر بشوي بشوي برشا عائلات اليوم من غير مورد رزق بتبيع، برشا قاعدين وبرشا ما فماش خدم، حتى مواطن تونسي باش يمشي يخدم يقول له سامحني ما فماش خدم هكا تشوفي وضع البلاد، ولينا نسمعوا هكا تشوفي وضع البلاد تو شنو يال كهو ما عندك ما تقول يعجز اللسان عن التعبير اسم الاخصي والله. معناها شوف من ساشي شوف وين وصلنا. صحيت من ساشي نتعدوا اللي قلت لك غريبه، وان شاء الله ربي يهدي وان شاء الله يلقاو حل اصلا للموضوع هذا، خاطر بالرسمي حاله ميؤوس منها. احنا نورمالمون تونس تتطور مش تمشي وتزيد تدخل في يعني حاجات كيما هكا، نورمالمون تونس اسمها تونس لازم احنا نقفل بعضنا ونعاونوا بعضنا مش انت تزيد تكمل عنينا. هي المراه هذيك باش تجيب لك 500 فرانك يعلم بها ربي كيفاش باش تشري الخبز بها، مش تكمل تاخذ لك ساشي معاه وتقول لها ليا تاخذ الساشي هذاك يتروح بها في يدك الخبز، معناها سامحني انا شاد 10 باكيت في يدي نوصل للدار بثلاثه والباقي في الكياس باش علاش ما كها تشري ساشي ولا امورك تصرف. دونك بالرسمي انت اليوم كي تمشي للكوشه باش تاخذ خبز اش تعمل؟ تهز معاك ساشي من الدار ولا تشري؟ باش نحكي لك انا قلت لك صارت لي مشيت نشري في باكيت ما في باليش انا بالموضوع اللي طلع نتاع الساشيات والكل، عطيني قلت له 10 باكيت معناتها حطهم لي وهز ويمشي نهز ساشي قال لي لا جيب ساشي. خرجت مشيت بحذنا سوبريت والكل مشيت خذيت من عندها ساشي ورجعت هزت الباكيت نتاعي عادي. معنا بعد الحاجه اللي صارت لك هذي وليت تهز قفه من الدار ساشي من الدار ما عادش نمشي قطعت الكوشه قطعتها، معناها انا يعني قبل ما نمشي للكوشه لازمني نمشي للحانوت نشري ساشي ونمشي للكوشه، فهمت؟ ما عادش نمشي للكوشه باش نروح للدار تو نعمل دوره ساعه حول العالم على خاطر ساشي انا، فهمت؟ معناها تصورني واقفه على حانوت تقول اعطيني ساشي على 50 فرانك باش تفهم 200 ها ولا ب 200 200. انت علاش عاد كي باش تاخذها ب 200 من برا علاش ما تاخذهاش من الكوشه وساك تعاود تشريها تعاود تهزها؟ ناخذها صحي دقيقه اخي
ليه هما لازم يطاولوا المشاور ولازم وما نعرفش تحسوا عاملين عليكم زيها اللي انتم باش يعطيك الخبز صدقه من عنده ولا ما نعرفش شو بالرسم الدوله هذه ما عاد عايش فيها كني لبس عليه الزوالي حس يعني سامحني في الكلمه تحت الساقين وحاشا لي ما يستاهلش هما الحكام هكا ياكلوا يشربوا عايشين وسافا امورهم باهيه واحنا هكا ندبروا حالنا كما يقولوا دبروا ريوسنا معنا تعيش ولا امورك في البلاد هذه تعيش ولا امورك ما ان شاء الله ربي يستر والله ما عادش نتوقع شيء والله حاجه لطف وضره.